كل عام وأنتم بخير. وبعد، فإنه لمن محاسن صدف أن نستعيد هذا العام ذكرى يومنا الوطني في نفس الأسبوع الذي شهد قبل 77 سنة الانطلاقة التي بدأها مؤسس هذه المملكة المغفور له الملك عبد العزيز رحمه الله، والتي توجها بفضل الله وعونه بقيام المملكة العربية السعودية بعد سلسلة طويلة من الأحداث التي واجهها المؤسس العظيم بإيمان وشجاعة وحكمة وصبر. ففي الخامس من شوال من عام 1319 كان أول نصر حققه جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه باستعادته ملك آبائه وأجداده في الرياض، لينطلق منها بعد ذلك مجاهدا مؤمنا صابرا يجابه الشدائد ويخوض الأهوال ويقاتل بالسيف والكلمة والموقف، ليتوج ذلك الجهاد الخالد بإعلان المملكة العربية السعودية بإرادة الله ثم تطلع شعبها وطموحه لتكون أول وأقوى وحدة عربية حقيقية في التاريخ العربي الحديث. وبعد 1000 عام من التمزق والتشتت والضياع، وإذا كنا نستعيد اليوم هذه الذكريات المجيدة فإنما لنستلهم من كفاح وإيمان رجلها الأول جلالة الملك عبد العزيز طيب الله ثراه ما يلهب عزيمنا لمواصلة السير في الطريق الذي بدأه المؤسس العظيم عليه رحمة الله ورضوانه، ولبلوغ الأهداف السامية التي جاهد وكافح وصبر من أجلها، والتي قطعنا منها أشواطا غير قليلة، والحمد لله. ولئن كان مثل هذه المناسبة الكريمة مناسبة استعادتنا لذكرى يومنا الوطني ما يثير فينا الفخر والاعتزاز والإحساس بالمسؤولية.